السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وكلمنا يا جماعة على السمك اللي هو بتاع الكهرباء، تمام؟ السمك ده يا جماعة أقسم لك بالله مضر جدا للصحة، تمام؟ وفيه ناس كتير يعني ماهيش عارفة إن مثلا ماهيش عارفة إن كان ده سمك كهرباء أو سمك مضمون أو حاجات من دي. الناس أغلب بياكلوا خلاص، فاحنا نضر إخواتنا المسلمين ليه يا جماعة؟ وغير كده في حاجة أنتوا مانتوش واخدين بالكم منها، السمك ده دلوقتي اللي بيشتغل بالكهرباء دي مش بحط البتاع اللي هو الجلب اللي هو بيصطاد بيه في المية. أولها مضر للصحة، تاني هام بيموت الزريعة اللي هي بتمون البحار، تمام؟ وياريت الجماعة المسؤولين اللي هم بتوع الثروة السمكية مع احترامي لهم، تمام، ياخدوا بالهم من الحتة دي. أول هام الكهرباء دي بتموت الزريعة بتاعت البحاري، يعني خراب من الجنبين، خراب لصحة الناس وخراب للزراعة اللي بتموت، تمام، يعني هي خراب من كل حاجة. فأرجو من الجماعة المسؤولين بتوع الزراعة مع احترامي لهم، هم على دماغي، تمام، ياخدوا بالهم من الحتة دي. البحيرة بتقع، البحيرة بتقع، البحيرة بتاعنا لو فضلت على النظام ده وشغل الكهرباء وتموت الزريعة وتضر الناس مثلا في أكلها، تمام، يبقى البحيرة كده داخلة في خراب. فأرجو من الجماعة المسؤولين عن البحيرة مع احترامي لهم ياخدوا بالهم من المسألة دي، تمام، ليه الشكر والتقدير لهم، تمام، ولتاني مرة هم على دماغي، بس ياخدوا بالهم من النقطة دي. الكهرباء دي بتضر الناس وبتضر الزراعة، بتموت الزراعة اللي هي بتمون البحيرة، تمام. فالبحيرة بتاعنا يا جماعة داخلة، تمام، في مسألة حلوة، بحيرة نضفت، تمام، بقى فيها مساحة حلوة. فلا طبعا لو الزراعة اللي طالعة دي لو اتسحت في البحيرة، تمام، هتوجد خير كتير للناس. فأرجو من الجماعة بتوع الزراعة المسؤولين ياخدوا بالهم من الحتة دي. وشكرا يا جماعة، وما تنساش تعمل اشتراك للقناة.